تعرفوا هالتظاهرة اللي كانت اليوم بمؤسسة مجموعة مدارس دار الشيخ بجامعة ولاد عزوز، هي في إطار واحد البرنامج اللي مسطرة الجمعية، برنامج سنوي اللي سطرته الجمعية على واحد المجموعة ديال النقاط في الإقليم النواصر. تنقوموا بالتغطية ديال الإقليم كامل باش نحاولوا نوفروا واحد اكياس الدم ونعزو المخزون ديال المركز تحقن الدم الدار البيضاء. هاد السنه الحمد لله برمنا واحد جوج الاتفاقيات شراكه مع الاكاديميه ديال التعليم ديال جهه كازا سطات، واتفاقيه اخرى مع مندوبيه التحقيق المنواصر، باش حاولنا نوفروا واحد المجموعه ديال الاطر الطبيه في اطار الاتفاقيه اللي قمنا بها مؤخرا ديال اوراش، اللي حاولنا وضفنا فيها واحد 12 ديال الممرضات اللي حاصلين على دبلومات ممرض متعدد الاختصاصات في مدارس خصوصيه، اللي حاولنا نعزوا بها المراكز الصحيه ديال اقليم النواصر باش لتجويد الخدمات ونعاونوا في هذا المجال هذا. كما تعرفوا الحمله ديال اليوم الحمد لله لقات واحد الاقبال كبير، اكثر من 300 متبرع اللي جات نقلت المؤسسه باش تبرع بالدم ديالها. تقريبا الاكياس الدم كانت واحد الحمد لله واحد العدد كبير. المشوار ديال الجمعيه باقي طويل، باقي ما ساليناش الحمد لله. كل شهر عندنا واحد حمله في جماعه من الجماعات بتراب اقليم النواصر. عندنا ان شاء الله واحد عده حملات تحسيسيه بمؤسسات تعليميه اللي بديناها بطيب الخمال واحد مجموعه المؤسسات التعليميه، والحمد لله الثمار ديال هذه الحملات التحسيسيه تشوفوه اليوم بهذا العدد المتبرعين اللي توافدوا على هذه المؤسسه باش يتبرعوا بالدم ديالهم. الحمد لله هالثقافه اللي حاولنا من 2019 فاش تاسست الجمعيه، كنا بدينا الاول حمله كبرى في شاطئ طماريس، ومن وراها خدينا واحد التجربه اللي هي كنا باش نقربوا على المتبرعين بالدم. قمنا بواحد التجربه اللي كانت جديده، اللي هي حمله من دوار لدوار، اللي كانت تجربه فريده من نوعها ولقات استحسان الساكنه، وكان الاقبال كبير فيها حتى هي الحمد لله. الحمد لله اليوم نقدر نقول لكم تنشكر جميع المتبرعين والمتبرعات في جميع جماعات ديال تراب اقليم النواصر، واعيين باهميه التبرع بالدم. الحمد لله ما بقاش عندنا مشكل باش نجلبوا المتبرع يتبرع، وانما حنا مشينا في المسار الثاني ديالنا دابا اللي هو نحاولوا نوفر واحد المتبرع منتظم، يولي واحد المتبرع اللي تيتبرع واحد ثلاثه المرات في السنه بطريقه منتظمه. اللي تنحاولوا نطمحوا ليه كان الطلب ديالنا وكان تصور الجمعيه اللي كنا قمنا ورسالة مجموعه من المسؤولين عليه، هو انشاء وحدات للقرب ديال التبرع بالدم في اقليم النواصر، واحد 5 وحدات. الحمد لله الوحده الاولى راها تحطت في المستشفى ديال مولاي الحسن بدار بوعزه، باقي ما بداش الاشتغال بها. ان شاء الله تنتمناو من الله تكون وحده في الرحمه، تكون وحده في بوسكوره، وحده في نواصر، في ولاد صالح، باش حتى المتبرعين ما يبقاش يلقاو مشكل باش يتنقلوا للمركز الجهوي تحقن الدم اللي تيبعد واحد 30 كيلومتر باش يتبرعوا. الحال الحمد لله المتبرعين موجودين، الوعي باهميه التبرع بالدم كاين، تينقصنا دابا وحدات القرب للتبرع بالدم، لان الحمد لله كما تتشوفوا فيما تنادي وتنقوم بواحد النداء اي ساكنه في التراب الاقليم الا وتتلبيه بواحد الطريقه اللي هي عفويه وبكثره. الصراحه الاستقبال كان زوين وبزاف، وهاد الناس الله يرحم لهم الوالدين استقبلونا استقبال زوين صراحه، وهذا الشيء داز زوين صراحه، مزيان الانسان يتبرع بالدم. انا الصراحه كنصح كل واحد ما مريض ما فيه لا مرض لا والو يتبرع بالدم. هاد الفكره اخويا صراحه عجبتني، علاش؟ حيت كنشوف الناس مساكن خاصهم الدم، يعني حنا اللي غنعتقوا هذوك الناس. كاينين بعض الناس مساكن اللي خاصهم ياخذوا الدم ما عندهمش، ولكن خصنا حنا نعطيو باش يمكن لهم يعطيوهم. والصراحه كنتمنى انا من الناس كاملين اللي كيشوفوني يتبرعوا بالدم. من الساكنه ديال ولاد عزوز، وجات بنتي كتقرب المدرسه وجات قالت لي راني كاين التبرع بالدم، انا جيت نتبرع بالدم بالناس اللي محتاجينه. ايوا في سبيل الله
كل شيء اللي كاين ضربي نهاية نقدم لك بنت ديالي اللي جابتني باش نتبرع بالدم. سميتي نسيمة وخمال جيش جبت ماما باش تبرع للدم الدراري الصغار اللي غيكونوا محتاجين، وبغيت هذوك الدراري الصغار تما يكون عندهم الدم، وبغيت وكل شيء غادي دابا غادي يكون محتاج، حتى انا بغيت نعطي الدم للناس اللي غيكونوا محتاجين. بغيت الناس هذوك اللي ما عندهمش الدم تما يكون عندهم الدم حتى حنا ويكونوا عايشين. كيف ما كتشوفوا يعني بصفتنا كفاعلين جمعويين في المنطقة أو في جماعة ولاد عزوز لبينا النداء الإنساني الذي أطلقته جمعية الحاج موح للمتبرعين بالدم بالضبط هنا في مدرسة دار الشيخ. فالتبرع بالدم هو يعني بالنسبة لي أصبح كثقافة يعني لا يمكن التخلي عنها أينما وجدنا يعني هذه المبادرات إلا ونكون سباقين لها. أولا بحكم يعني الخصاص الذي تعرفه هذه المادة الحيوية، وثانيا بخص يعني يخص الجانب الإنساني. فاليوم سأعطي الدم وغدا سأكون أنا من أحتاج هذا الدم، لذلك فهذا نداء إلى ساكنة ولد عزوز وإلى جميع المواطنين المغاربة أن يعني أن يتبرعوا بالدم. احنا أطر طبية وشبه طبية في إطار برنامج أوراش بإقليم النواصر، جينا اليوم على حساب هذه الحملة ديال التبرع بالدم. احنا كمساندة للجمعية ديال الحاج موح متبرعين بالدم والعمل الاجتماعي. بالنسبة للعملية ديال المراحل اللي كدوز منها هذه الحملة هذه، عندنا المتبرع كنسولو واش فاطر ولا مفاطرش، من قبل كنسولو على يعني معلومات شخصية ديالو، كنسولو واش فاطر ولا لا، إلا ما كانش فاطر خاصو ضروري أنه يفطر عادي يقدر يتبرع. من بعد كيمشي العملية ديال التشخيص، وعاد كيمشي لصالة أخرى ديال التحاليل أو صالة أخرى ديال أنه باش كيتبرع. تابعونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.